عسلامة ومرحبا بكم على قناتنا الأخبارية الحياة لافجي. كيف متعودوا في كل يوم عندنا أخبار وأحداث جديدة ومتنوعة. اليوم باش نحكي على تصريحات نائب عن حركة النهضة، قال إنه فوزي المهدي مسؤول عن تأخر وصول التلقيح، وإنه عبد اللطيف المكي لن يخلفه المكان والمنصب في وزارة الصحة. اتهم النائب عن حركة النهضة محمد الغوماني يوم الخميس 22 جويلية 2021 وزير الصحة المقال فوزي المهدي بارتكاب مجموعة من الأخطاء، معتبرا أن قرار إقالته صائب وأنه جاء مع ذلك متأخرا. توما كيف ما عندك المثل يقول أنه البقرة كيف تطيح تكثر سكاكنها، نفس الشيء توما وطاح كل شيء يلزم يهزه هو، يلزمهم يضحيوا بالطبيعة، يلزمهم يضحيوا بشخص يهزه كل شيء. وقال الغوماني خلال مداخلة له على إذاعة شمس اف ام: نعتبر قرار إقالة وزير الصحة فوزي المهدي قرارا صائب ولكنه متأخر، لأن وزير الصحة هو المسؤول عن قرار دعوة التونسيين بطريقة عشوائية إلى التلقيح وما تسبب من أزمات. وأضاف وزير الصحة يرتكب أخطاء كثيرة منذ مدة، وهو محل انتقاد من طرف حركة النهضة، وهو كمسؤول على الصحة يتحمل جزءا كبيرا من التأخير ومن الضعف في مواجهة الوباء. ومن أخطائه تأخر وصول لتونس اللقاحات ضد فيروس كورونا المطلوبة، ويتحمل في ذلك جزء من المسؤولية، وأيضا سوء إدارة المساعدات، وهنالك أجهزة طبية ومخازن موجودة في وزارة الصحة لم تتم الاستفادة منه. تو ظهر عنا أباريهات وكل مستفدنيش منها وما حبش يخدمها وقدش يركبه، وله إشكالات مع اللجنة العلمية. وقال فوزي المهدي كمسؤول أول عن الصحة يتحمل جزءا كبيرا في عدم إدارة ملف جائحة كورونا، نفيا قطعيا إمكانية تعيين عبد اللطيف المكي وزيرا للصحة خلفا لوزير الصحة المقال فوزي المهدي. وأكد الغوماني أن حركة النهضة لم تقترح المكي وزيرا للصحة بعد، وأنها لم تجر مشاورات في هذا الخصوص. بالضبط، النواب اللي معاك ما قال لك ندور الجنرال غادي المكي في البرلمان واسمه ما يتنحاش ليل نهار. ويذكر أن رئيس الحكومة هشام المشيشي كان قد أعلن مساء الثلاثاء المنقضي عن إقالة وزير الصحة فوزي المهدي وتعيين وزير الشؤون الاجتماعية محمد طرابلسي وزير الصحة بالنيابة، معللا قرار الإقالة بأنه عاين سوء التسيير في قيادة هذه الوزارة التي تزخ بالكفاءات والمراجع العلمية والإدارية. ما تنسوش لايك واشتراك وتفعيل الجرس، ونقولكم باي باي.